اقتصاديا، تم التوقيع بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي التوقيع على وثيقة تأييد القروض المبرمة بين حكومة السودان وصندوق النقد العربي. وقع عن حكومة السودان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي، فيما وقع عن الصندوق مديره العام رئيس مجلس إدارته عبد الرحمن الحميدي. وتستهدف الوثيقة مواصلة التعاون والشراكة البناءة والعمل المشترك لتأييد وتفعيل القروض المبرمة وتكثيف جهود الشراكة وتفعيل التخطيط بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تنفذها الحكومة خلال المرحلة الانتقالية حسب أولويات البلاد وفقا لأطره وبرامج العمل في الصندوق. وصف وزير المالية الوثيقة بالمهمة، مثمنا دعم الصندوق المتواصل للسودان، مؤكدا أهمية تمويل التجارة عن طريق قرض سلعي لتوفير احتياجات البلاد من الواردات الاستراتيجية وتمويل الصادرات، سيما تمويل صادرات الذهب. أعلن وزير ديوان الحكم الاتحادي يوسف آدم الضي اتجاه الحكومة لتبني استراتيجية وطنية ترتكز على تطوير الانتاج الزراعي حتى تسهم بشكل فاعل في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الصادرات وخفض الواردات من الحبوب الغذائية. وأشاد الوزير لدى مشاركته في أعياد الحصاد بولاية شمال كردفان التي أقيمت بمشروع أبو حبل الزراعي، أشاد بالشراكة الفاعلة بين المزارعين بالمشروع والقطاع الخاص الذي يتبنى توفير المدخلات الزراعية والتمويل والتسويق، وهي واحدة من الوسائل التي تؤدي لتطوير وجودة الإنتاج وتحفز المزارعين للتوسع أكثر في مجال الإنتاج التجاري بغرض الصادر. دعا المشاركون في الورشة الافتتاحية الخاصة ببرنامج تطبيق الجودة وسلامة الأغذية لبذور السمسم الاعتماد تدابير الصحة والصحة النباتية المعمول بها عالميا حتى يجد صادر السمسم السوداني حظه في السوق العالمية. وقالت سامية جعفر ممثل الوزارة الاتحادية إن من أهم أهدافهم تنمية الصادرات، وهذا لا يتأتى إلا باتباع متطلبات الجودة العالمية بالتركيز على سلامة الغذاء باعتبارها خط أحمر، مشيرة إلى انطلاق برنامج مدته 3 أعوام بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية وعدد من الشركاء يستهدف سلامة المنتج السوداني كقيمة غذائية. من أهدافنا الاستراتيجية تنمية تصدير تنمية الصادرات بصفة عامة ومحصول السمسم بصفة خاصة. ونحن في دار تبدأ جودة نؤكد على جودة السمسم من حيث سلامة الغذاء، من حيث جودة الغذاء، من حيث تطبيق المعايير الدولية. فالتفسير بسيط عن سلامة الغذاء، سلامة الغذاء دي هي شنو؟ بنشير لأي مخاطر بتأثر على صحة الإنسان إذا كانت مخاطر مزمنة أو حادة. يعني سلامة الغذاء ليس عليها تفاوض، أمر خط أحمر. يعني إحنا لو ما جودنا سلع في كل المراحل فده بيأثر على الصادر بتاعنا. وخاصة إنه إحنا الدول المستهدفينها هي الدول ذات القيمة المضافة، بمعنى شنو؟ الدول التي تطبق المعايير الدولية والصحة والصحة النباتية. فعليه إحنا المشروع ده إحنا يعني بدأت فكرته بعد دراسة لحصص السوق بتاعت السمسم. طالب عدد من الخبراء والمختصين في مجالات هندسة الطاقة إلى ضرورة استفادة السودان من موارده الضخمة والرخيصة لحل مشاكل أساسيات الطاقة والكهرباء والأسمدة والمحروقات. وأشار المتحدثون في الندوة التي نظمتها أمانة الخريجين بجماعة أنصار السنة المحمدية حول دور الهندسة في بناء الاقتصاد السوداني، وأشاروا إلى أهمية الاستفادة من تجارب بعض الدول في مجال توظيف المياه الجوفية والأمطار في استصلاح الصحراء وإنتاج الطاقة من الغاز الطبيعي. وأكد المتحدثون امتلاك السودان احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي بولاية البحر الأحمر. وأوضح المهندس عبد الرحمن الطيب عضو قطاع المهندسين بجماعة أنصار السنة المحمدية أن الندوة تأتي في إطار استراتيجية الجماعة للأخذ بأسباب الحضارة والمساهمة في بناء اقتصاد وطني قوي قادر على إحداث النهضة والتقدم المنشود. هذه المشاريع ليست يعني مشاريع اقتصادية فقط، وإنما طرحناها في أرقام وفي دراسات مفصلة أملا في أن تجد آذان صاغية علها تسهم في نهضة سريعة ونهضة قوية مرتكزة على اقتصاد قوي ومستقل لبلادنا التي نفخر بالانتماء إليها ونتمنى دوما أن نراها في نهضة
وفي سؤدد وفي رفعة وإلى مكانها الطبيعي بين الأمم.